السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنتكلم فيه على طريقة تثبيت أي ويندوز بدون استخدام فلاشة أو أسطوانة أو استخدام أي برامج. طريقة جديدة، يعتبر طريقة احترافية. لو أنت مبتدئ في المجال يفضل يعني ما تستخدمش الطريقة، لأنها طريقة ممكن لو أنت استخدمتها بشكل خاطئ أو أنت خبرتك قليلة ممكن الويندوز ما يفتحش معاك تاني. فانا قلت اعمل تنبيه علشان اللي يستخدم الطريقه ديت يبقى عارف ان ممكن الويندوز ما يشتغلش معاه تاني. الطريقه قايمه على ان انا بعمل تعديل على ملف البوت، وبعد كده ببدا ان انا انزل الويندوز. فتمام، لو انت مثلا عايز تجرب ممكن يكون معاك فلاشه عليها نسخه ويندوز، بحيث لو نسخه الويندوز اللي عندك ما اشتغلتش معاك اللي هي على الجهاز، تبدأ ان انت تعيد تثبيت الويندوز عن طريق استخدام الفلاشة. الطريقة معايا في البداية خالص، احنا الجهاز اللي هنستخدمه جهاز نزل عليه ويندوز 7، وهنبدأ نثبت عليه ويندوز 10 من غير استخدام طبعا فلاشة او اسطوانة او استخدام اي برامج. تمام، كل اللي مطلوب مننا ملف الايزو الخاص بويندوز 10، ولازم يكون ملف الايزو نسخة اصلية من مايكروسوفت مش نسخة معدلة. تمام، وبرضو برنامج معرفة هل البروسيسور عندك 64 ولا 32. طبعا برنامج السكيورابل. في البداية خلاص نبدأ ننزل مع بعض البرنامج، هنكتب فيه محرك البحث سكيورابل، ندخل على موقع تحميل البرنامج. تمام، بيبدأ يفتح معايا الموقع، بعد كده بضغط على داونلود. بعد كده ببدأ ان انا اشغل البرنامج. طبعا البرنامج ده بيفيدني ان انا اعرف هل البروسيسور اللي على الجهاز بيدعم 64 ولا لا. وتاني حاجة طبعا بنزل 64 في حالة لو البروسيسور طبعا بيدعم، يكون برضو يفضل ان يكون الرامات اكبر من 4 جيجا، عشان ويندوز 64 بيقرا ال 4 جيجا. بعد كده بنبدأ ننزل ويندوز 10 من مايكروسوفت عن طريق بكتب في محرك البحث ويندوز 10، وبعد كده بدخل على موقع مايكروسوفت. وفي طريقة سهلة، بقوم جاي ده ضغط كليك يمين في مكان فاضي وانسبكت، بيبدأ يفتح لي يقسم لي الشاشة بالشكل ده. ببدأ أعمل إعادة تحميل للصفحة اللي ظهرت معايا هنا عشان يجيب لي رابط إن أنا أقدر أحمل ملف الويندوز برابط أيزو. أضغط على إعادة تحميل. تمام، بعد كده ببدأ إن أنا يحمل معايا الصفحة، ببدأ إن أنا أقفل الجزء ده من الصفحة. طريق ان انا بضغط على ويندوز 10، بعد كده كونفيرم، بعد كده ببدا ان انا اختار اللغه، وبعد كده كونفيرم، وبعد كده زي ما احنا قلنا بنختار 32 او 64، وبضغط على الرابط التحميل. بيبدا يحمل معايا بالشكل ده، بنتظر لحد ما يخلص عمليه التحميل. الملف حوالي 5 جيجا و700 ميجا. تمام، بعد ما بيخلص معايا ملف الايزو ببدا ان انا انسخ ملف الايزو تمام على فلاشه، وابدا ان انا انسخ ملف الايزو ده على الهارد اللي عليه اللي هنبدا فيه عمليه تثبيت الويندوز. طبعا احنا قلنا الجهاز اللي اتثبت عليه الويندوز نازل عليه نسخه ويندوز 7، فهنبدا نتعرف مع بعض على الطريقه وازاي ننزل الويندوز من غير استخدام فلاشه او اسطوانه. هنبدا نعمل تعديل بسيط على الهارد علشان نبدا في عمليه تثبيت الويندوز. في البدايه خالص هنبدا نتاكد من وجود ملف الايزو الخاص بويندوز 10 عن طريق ادخل على ماي كمبيوتر والبارتيشن الخاص بويندوز اللي هو بارتيشن الاي او اي بارتيشن عندك، وهنا ده ملف الايزو الخاص بويندوز 10. وطبعا يكون يفضل ان انت تكون مثبت برنامج فك الضغط الوين رار علشان هنبدا نفك ملف الايزو. تمام، طيب هنبدا نعمل تعديل بسيط. كليك يمين على ماي كمبيوتر واختار من هنا مانج، وبعد كده ابدا ان انا اختار ديسك مانجمنت. تمام، وابدا انشئ بارتيشن صغير بحجم حوالي مثلا 10 جيجا او 15 جيجا زي ما انت عايز، عن طريق ان انا مثلا ده السي وده الدي. هنبدا ننشئ بارتيشن، كليك يمين واختار من هنا شيرنج فوليوم بالشكل ده، وهبدا بعد كده احدد المساحه اللي انا عايزها للبارتيشن، ممكن نخلي مثلا 10 جيجا. وبعد كده هبدا ان انا اسمي البارتيشن ويندوز 10 عشان ده اللي هيتفرد عليه ملف الايزو. يعني هنبدا نكتب هنا مثلا 10000 بالشكل ده، 10000
واضغط على شيرينج، تمام؟ لنجاح الطريقه طبعا لما يعمل شيرينج، لما نيجي نقسم البارتيشن اللي هي الجديد اللي هو ال 10 جيجا ده، لازم يكون بارتيشن برايمري. لو بارتيشن لوجيكال مش هتنفع الطريقه، هنختار من هنا نيكست، وال 10 جيجا كاملين ماشي نيكست ونيكست تاني، وهبدا ان انا اسمي ويندوز 10، ويندوز 10 بالشكل ده، وبعد كده نيكست وفينش. زي ما احنا شايفين كده، كده البارتيشن الجديد ده بارتيشن برايمري، لكن البارتيشن اللوجيكال بيبقى زي ما احنا شايفين كده محاط باللون الاخضر، تمام، وبيبقى ازرق فاتح غير الازرق الغامق ده، تمام. فهو هنا مكتوب قدامي هنا برايمري، لكن ده مكتوب قدامي لوجيكال، فطبعا لازم يكون ايه برايمري. بعد كده ببدا ان انا، والخطوه دي مهمه جدا، يعني ما ينفعش تقفل الجهاز، لانك لو قفلت الجهاز الويندوز مش هيفتح. كل اللي انا هعمله هو هنا البارتيشن الاكتيف، هو البارتيشن ال 100 ميجا ده، ده هو الاكتيف وده اللي عليه ملف البوت، تمام. هبدا ان انا الغي البارتيشن، مش هلغي الاكتيف بتاع البارتيشن ده وانقله لي البارتيشن اللي هو الدي اللي انا لسه عامله دلوقتي، علشان لما اعمل بوت للجهاز يبدا يدخل على البارتيشن اللي هو الدي اللي هو ال 10 جيجا ده. وبعد كده هنبدا نعمل تعديل ونرجع البارتيشن ده تاني زي ما هنشوف مع بعض في عمليه التثبيت. دي فكره التثبيت، تمام. تمام. لو انت عايز بقى ترجع لطريقه تانيه اللي هي التثبيت عن طريق البرنامج، في اكتر من فيديو انا شرحه ان انت بتثبت عن طريق برنامج الوين 2 اتش دي دي، وفي برنامج برضو الايزي بي سي دي، ولكن دي طريقه جديده يعتبر. فطبعا انت يفضل يكون معاك فلاشه في حاله لو الويندوز ما فتحش معاك، تبدا ان انت تعيد تثبيت الويندوز عن طريق الفلاشه. كل اللي هنعمله كليك يمين، وبعد كده هختار من هنا ميك بارتيشن از اكتيف، ميك بارتيشن از اكتيف على البارتيشن اللي انا عامله ال 10 جيجا كده، ميك بارتيشن از اكتيف. هيقول لي هنا ان في بارتيشن اللي هو ال 100 ميجا ده هو اللي معمول اكتيف، هو اللي عليه نسخه الويندوز. في حاله لو انت غيرته بيديك تحذير ان الويندوز مش هيفتح معاك، فاضغط على يس بالشكل ده، تمام كده. بقى البارتيشن ده اكتيف ومكتوب قدامي اكتيف بالشكل ده، وده ما بقاش اكتيف اللي هو ال 100 ميجا ده. بعد كده هبدا ان انا مش هعمل ريستارت للجهاز ولا اعمل اي حاجه، ببدا ان انا افك ملف الايزو اللي موجود هنا اللي هو ويندوز 10، كليك يمين واكستراكت فايل، وابدا اختار الويندوز 10 اللي احنا عملناه اللي هو ال 10 جيجا، وابدا افك محتويات ملف الايزو في البارتيشن ده، واضغط على اوكي. هيبدا يفك معايا محتويات ملف الايزو. لو دخلت على البارتيشن اللي هو الويندوز 10 اللي هو ال 10 جيجا ده، هلاقي فعلا ان محتويات ملف الايزو بتبدا تتفك معايا. طبعا هنتظر لحد ما يخلص معايا عمليه فك الضغط دي، وبعد كده هنبدا نعمل ريستارت للجهاز. مجرد ما اعمل ريستارت للجهاز هيبدا يدخل على البارتيشن ده اوتوماتيك اللي هو الويندوز 10 ده، تمام. وابدا بقى في عمليه تثبيت الويندوز، يعني انا حولت البارتيشن ده كانه بقى فلاشه، ابدا اثبت من عليها نسخه الويندوز، تمام. هنبدا بقى ايه، ننتظر لحد ما يخلص وبعد كده نعمل ايه ريستارت للجهاز. خلص معايا فك الضغط، ابدا ادخل على ماي كمبيوتر، اتاكد ان كل محتويات ملف الايزو اتنسخت، كليك يمين طبعا على بروبرتيز، وبعد كده بلاحظ هنا ان الحجم الاجمالي 5 جيجا 700، يبقى كده محتويات ملف الايزو كلها اتنسخت بالكامل في بارتيشن اللي احنا انشاناه وسميناه ويندوز 10. هنبدا نعمل ريستارت للجهاز. بمجرد ما اعمل ريستارت للجهاز مش هيدخل بقى على نسخه الويندوز القديمه، لا هيدخل على التثبيت، عمليه تثبيت الويندوز الجديد. هنبدا نعمل ريستارت للجهاز، هيبدا يعمل معايا ريستارت. بعد كده هنبدا بقى نلاحظ ان هو هيبدا يدخل كانك حاطط الملف الايزو ده على فلاشه، وبيبدا يبوت من الفلاشه حتى من غير ما تدخل على مفتاح البوت، هيبدا يدخل معاك على عمليه التثبيت مباشره من غير تدخل منك. هيبدا يفتح معايا الجهاز بالشكل ده، ويبدا يدخل على عمليه البوت زي ما احنا شايفين كده، بيجيب لي نقطتين من هنا كان بالظبط بثبت ايه عن طريق الفلاشه، ويبدا في عمليه تثبيت الويندوز بشكل عادي جدا من غير تدخل مني. طبعا انا مش هثبت على طول، لا، في تعديل بسيط هيتعمل
علشان اللي احنا عملناه في الاول نرجعه تاني، اللي هو ملف البوت اللي هو ال 100 ميجا لازم يرجع تاني، علشان لما يجي يعمل بعد ما يخلص المرحله الاولى ويعمل ريستارت تمام، اللي هيدخل على بقى اللي هو بارتيشن البوت اللي هو ال 100 ميجا. طب ازاي ارجع بارتيشن ال 100 ميجا ده تاني؟ هنشوف مع بعض الكلام ده. طبعا في البدايه هنا زي ما احنا شايفين كده هيبدا يجيب لي القائمه دي. طبعا انا مش بعمل حاجه، كل اللي بعمله بضغط على شيفت مع اف 10 قبل ما ابدا عمليه التثبيت، بضغط على شيفت مع اف 10 بيجيب لي قائمه سي ام دي. بنبدا نكتب مجموعه اوامر تمام، ومن خلالها هنبدا في ان احنا نحول البارتيشن اللي هو الويندوز 10 ده بدل ما هو الاكتف نخليه، نرجع تاني البارتيشن اللي هو ال 100 ميجا ده هو الاكتف. اول امر معايا امر الديسك بارت دي اي اس كي بي اي ار تي، واضغط على انتر. بعد كده امر الليست مسافه ديسك ال اي اس تي مسافه دي اي اس كي بالشكل ده، واضغط على انتر. بعد كده هبدا اختار الهارد اللي عندي ديسك 0، يبقى سيلكت ديسك 0 اس اي ال اي سي تي مسافه دي اي اس كي مسافه 0، واضغط على انتر. كده اخترت الديسك الزيرو. بعد كده بعمل امر ليست بارتيشن ال اي اس تي مسافه بي اي ار تي اي تي اي او ان، واضغط على انتر. كده جاب لي البارتيشنات اللي موجوده في الجهاز. طبعا اللي انا هعمله ان انا هخلي بارتيشن واحد اللي هو ال 100 ميجا ده اللي هو اللي كان في الاول اكتف، هخليه اكتف تاني، والغي طبعا الاكتف اللي موجود فيه بارتيشن ايه 3 اللي هو ال 10 جيجا. انا كده وظيفه البارتيشن الثالث ده خلاص انتهت، ان هو يدخلنا على بدايه تثبيت الويندوز وخلاص، انا مش عايز حاجه تاني غير كده. بعد كده هبدا ارجع البارتيشن واحد ده اللي هو ال 100 ميجا ده ان هو يبقى اكتف. هختار من هنا سيلكت بارتيشن 1 اس اي ال اي سي تي مسافه بي اي ار تي اي تي اي او ان مسافة واحد، واضغط على انتر. كده اخترت بارتيشن واحد، كل اللي هعمله هكتب امر اكتف، يبقى كده هو بقى اكتف اي سي تي اي في اي، واضغط على انتر. كده خليت بارتيشن اللي هو ال 100 ميجا ده هو الاكتف، وبالتالي لما اجي اثبت الويندوز ويعمل ريستارت يدخل على الملف اللي هو ال 100 ميجا من تاني، ويبدا يدخل على ملف البوت ويشتغل ويندوز من غير اي مشكله. هنقفل القائمة دي خالص عن طريق بكتب أمر إكزيت إنتر إكزيت تاني. بعد كده نبدأ بقى في عملية التثبيت بشكل عادي جدا، نختار أربك والدولة اللي احنا عايشين فيها. دي خطوة مهمة طبعا اللي احنا عملناها في السي ام دي، واحنا قلنا عملناها ليه؟ علشان نرجع ملف البوت من تاني. وبختار طبعا أربك والدولة اللي احنا عايشين فيها، وبعد كده ببدا في عمليه التثبيت العاديه جدا تمام، واختار انستول ناو. كده ده تثبيت عن طريق الهارد مش عن طريق الفلاش. اي دونت هاف برودكت كي ويندوز 10 برو. بعد كده بيبدا ان هو يجيب لي الاتفاقيه، بوافق على الاتفاقيه، وبعدين كاستم تمام. ادي هنا الملفات دي، طبعا هنا الملف ده ما بمسحوش، ده اللي عليه النسخه، ده ملفات النسخه، ده ما بقربش منه اللي هو ويندوز 10 ده، ولا ده طبعا بسيبه. انا كل اللي يهمني اللي انا هدلته اللي هو السي وبارتيشن ال 100 ميجا ده. هعمل ديليت للسي اللي هو البارتيشن الثاني ده، واضغط على اوكي. وبعد كده البارتيشن اللي هو ال 100 ميجا ده بعمله ديليت، واضغط على اوكي. وبعد كده كل اللي بعمله بسيب البارتيشن ده زي ما هو كده، واضغط على نيكست. طبعا بسيب الويندوز 10 لان ده عليه ملفات الويندوز اللي هتثبت عن طريق الهارد، واضغط على نيكست. بيبدا هو بقى ينشئ بارتيشن جديد ويبدا في عمليه تثبيت الويندوز، وطبعا بيعد من 0 ل 100%، وبعد كده بيعمل ريستارت وهيبدا يدخل على البارتيشن اللي هو ال 100 ميجا ده زي ما كان شغال الاول، بس بقى يبدا ايه يظهر يبدا في تثبيت ويندوز 10. كده احنا جاي لغينا ويندوز 7 من على الجهاز. زي ما احنا شايفين كده خلص معايا المرحله الاولى من تثبيت الويندوز، هيبدا ان هو يعمل ريستارت. طبعا اهم بقى خطوه ان هو لما يجي يعمل ريستارت يستكمل بقى بقيه مراحل التثبيت
مش يقف ما يجيبش اي حاجه، لا يستكمل بيت مراحل التثبيت. في حاله لو استكمل بيت مراحل التثبيت كده يبقى الطريقه نجحت معايا، وقدرت ان انا اثبت ويندوز 10 بدون استخدام فلاشه او اسطوانه، بالظبط زي ما احنا شايفين كده بدا يدخل معايا ويستكمل بقيه مراحل التثبيت، وكده ويندوز 7 اتشال وكده بيبدا يثبت معايا ويندوز 10. طبعا هننتظر لحد ما يخلص خالص عشان نبدا ايه نعرف مع بعض ازاي نضم اللي هو البارتيشن اللي هو ال 10 جيجا ده لبارتيشن السي بعد ما يخلص تثبيت الويندوز، وبكده يبقى الطريقه نجحت معايا وما حصلش اي مشكله. زي ما احنا شايفين كده خلص معايا الويندوز، هنبدا ندخل على زيز بي سي. الله عزينا ان بارتيشن الدي عليه الملفات زي ما هو مفيش حاجه اتمسحت، وهنا ده البارتيشن اللي هو ال 10 جيجا اللي احنا عملناه وعليه ملفات الويندوز. هنبدا بقى ايه نمسح البارتيشن ده ونضمه لبارتيشن السي عن طريق كليك يمين على زيز بي سي، واختار من هنا مانج، وبعد كده اختار ديسك مانجمنت، وابدا ان انا امسح بارتيشن اللي هو ال 10 جيجا ده واضمه لبارتيشن السي. كده خلاص هو ملوش لازمه بالنسبه لي. لما بختار ديسك مانجمنت ببدا اختار البارتيشن اللي هو ال 10 جيجا ده، كليك يمين واختار ديليت فوليوم واضغط على يس، وبعد كده اختار البارتيشن السي كليك يمين واكستند فوليوم واضغط على نيكست ونيكست تاني وفينش. كده انضم ال 10 جيجا لبارتيشن السي زي ما كان، وكده يبقى الهارد رجع زي ما كان زي ما احنا شايفين، بس نزل عليه بقى نسخه ايه ويندوز 10 ومن غير ما نمسح طبعا الحاجات اللي موجوده على بارتيشن الدي. في نهاية الفيديو أتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش يوصلك والاشتراك في القناة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.